في اخر دقيقه فيعني عنده واحد يعني الحلاوه بوحدها كيف تنقولوا. فيعني بقينا مركزين من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخيره باش نسجلوا. كذلك الدفاع يعني قام الدور ديالو يعني ما تلقيناش هدف اللي صراحه كان يبعثرنا الاوراق ديالنا وبالتالي غادي يعني ندخلوا في التسرع. يعني مجمل القول اننا فزنا بهدف صفر نتيجه مرضيه الحمد لله. باقي مقابله اياب يعني ما يكونش هذه النتيجه تكون تسببنا في التراخي ديال في مباراه اياب قدام اياب ان شاء الله. الصوت الاول مع المباراه دي نتمنى ان شاء الله اننا نحطوا رجلينا الارض ونمشيو ان شاء الله للمدينه القاهره باش نقلبوا على التاهل اللي غيكون صعيب امام هذا الفريق هذا المتمرس. مي كنشكر جمهور لي سانت ناتيلا المباراه واللي خلانا ناخذوا هذا هدف التفوق اللي غنمشيو ان شاء الله شان ما مرتاحين. الحمد لله يعني حنا دخلنا هذه المقابله هذه باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه امام الجمهور ديالنا الكبير اللي ساندنا يعني بواحد الكسره اليوم كما شفتوا يعني الملعب كان مملوء على اخره. والحمد لله يعني اللاعبين كانوا حاضرين في هذه المقابله هذه من جميع الجوانب كنا حاضرين 100% مركزين على هذه المقابله هذه باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه امام واحد الفريق اللي هو كبير وكتضرب له الف حساب فريق اهلي المصري فريق قاره افريقيا. والحمد لله يعني رغم الصعوبات اللي خلقنا الفريق الخاص الا اننا يعني بقينا حاضرين في المقابله وما شككناش يعني في القدرات ديالنا. ويعني الفوجه في اللحظات الاخيره والفوز اللي كيعني لنا يعني الشيء الكثير. الان مازال ما حسبنا حتى شي حاجه ان شاء الله المقابله الايام تكون حاسمه ان شاء الله في الديار المصريه. نتمنى اننا نتفوقوا فيها ونحققوا يعني واحد التاهل التاريخي للفريق التطواني لدور المجموعات ان شاء الله. كنا نعلم بأن اللقاء سيكون صعبا لأننا سنقابل خصما يحمل تاريخا كبيرا فريق وجدناه صعبا بالفعل. المباراة كانت قوية لعبنا الكل للكل وحاولنا التحكم في مجريات اللعب. تقنيا حاولنا خلق التوازن بين الدفاع والهجوم لأنه من المهم أن نسجل لكن دون أن نتقبل الأهداف. الآن نحن في مرحلة هامة من هذه المسابقة التي تهمنا. أنا سعيد بالأداء الذي قدمه اللاعبون وسنقدم كل ما لدينا من أجل تفادي الإقصاء في الإياب هناك في مصر. لدينا طموح كبير من أجل صنع التاريخ مع هذا الفريق وتقديم صورة قوية عن الكرة المغربية. اليوم كان عرس كروي في مدينة تطوان. الحمد لله الفريق ديالنا بصم على واحد الخطوة جد مهمة ألا وهو انتصار على الأهلي المصري والأهلي الفريق الأهلي كتعرفوا التاريخ ديالو الكروي. الفريق اللي مليء بالألقاب الفريق اللي هو عنده واحد الحجم كبير وكبير جدا. ولكن ما ننساوش المغرب التطواني شرف كرة القدم المغربية وإن شاء الله خط تصاعدي ولما لا نجيب التأهل من مصر إن شاء الله من عند الأهلي من قلب الأهلي. إذا المباراة كانت جد ممتعة كان الجمهور كبير وكبير جدا كل المدينة أهل المدينة فرحانين بالفريق ديالهم والحمد لله استطعنا أنهم وصلوا الفريق من هذا التوهج. طبعا هو كل شيء كان كيعرف القيمة المباراة والقوة ديالها والقوة الخصم ولكن الحمد لله لعبنا المقابلة كما خصنا نلعبوها. تحكمنا نوعا ما في زمام اللقاء ولكن كان صعيب جدا أنك يعني تلعب معنا مع الأهلي خصوصا وأن احنا لعبنا مباراة نهار الأربعاء في البطولة لعبنا مباراة قوية. لكن هذا ماشي عذر لأن احنا عندنا بطولة احترافية وعندنا يعني خصنا نلتزموا مع الجامعة اللي كتقرروا حنا كنلتزموا ما يمكنناش نحتاجوا على الجامعة. طبعا باش تلعب كأس إفريقيا خصو يكون عندك الريتم باش تلعب الأربعاء وتلعب الحد وإلا ما تلعبش هذا اختيار. فاحنا اخترنا أن احنا نلعبوا والحمد لله توفقنا في آخر لحظة ونتمنى من الله باش مباراة العودة إن شاء الله نجيبوا التأهل يا ربي.